أعتقد بأن الجانب الإسرائيلي يبالغ بشكل كبير بخصوص قدرة إيران النووية، والسبب في ذلك أنه يريد الحصول على قاذفات استراتيجية من طراز B-21 والتي لم يحصل عليها، وكان من المفترض منذ مطلع هذا العام أن تكون ضمن الخدمة في سلاح الجو الإسرائيلي، لكن ما عطل هذه الصفقة هو استخدام القوة المفرطة من قبل الجانب الإسرائيلي تجاه قطاع غزة، وكان سبب رئيسيا في تعطيل الكثير من البرامج التزود بالسلاح الأمريكية باتجاه الجانب الإسرائيلي. لكن بنفس التوقيت هنا لو سلطنا الضوء قليلا على المفاعلات النووية الإيرانية بوجه التحديد، نلاحظ بأن إيران تعلن بأنها قد يعني شارفت على إنتاج القنبلة النووية، وبنفس التوقيت يعني نتحدث عن قدرة على تخصيب اليورانيوم بمستويات تزيد عن 80%، وهذا أعتقد حتى هذه اللحظة من غير الصحيح أن تكون هذه المعلومات دقيقة. لكن بنفس التوقيت فيما لو قدم الدعم اللوجستي من قبل روسيا فحتما ستصل إلى القدرة النووية تلك، ومع مقتل محسن فخري زاد أحد أهم خبراء يعني البرنامج النووي الإيراني، وأيضا بعملية اغتيال واضحة من قبل إسرائيل، وأعلنت إسرائيل في حينها بأنها هي من قامت بتنفيذ تلك العملية من خلال استهداف عبر الريبوت وأطلاق الرصاص الحي المباشر على السيارة التي يستقلها، ومن ثم تدمير الريبوت من قبل الجانب الإسرائيلي، في دلالة واضحة على هشاشة المنظومة العسكرية والأمنية في داخل إيران. وبنفس التوقيت فيما لو حصلت إيران على القدرة على تخصيب اليورانيوم بتلك المستويات، فهي تحتاج أكثر من سنة من أجل أكثر من 5 سنوات من أجل يعني تجهيز أو تحضير أجهزة النقل على سبيل المثال احتواء المواد الأولية للمفاعلات النووية. وبنفس التوقيت نتحدث عن أن هذه المواد الأولية التي يتم إنتاجها تحتاج أيضا لوسائط تخزين ووسائط إطلاق، وأيضا حتى هذه اللحظة لا مؤشرات حتى من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن إيران امتلكت وسائط التخزين أو وسائط الإطلاق وحتى وسائل التبريد. نتحدث عن ضربات الحرب السبرانية التي تجري وتعطيل الكثير من يعني أجهزة الطرد المركزي عبر تلك الحرب والانفجارات التي تحصل في داخل تلك المفاعلات، والغالبية العظمى من تلك الانفجارات لا يعلن عنها الجانب الإيراني، والسبب بأنه غير قادر على الرد المباشر، لذلك هنالك يستخدم سياسة الكتمان في رده على أي عمليات تحدث في داخل مفاعلاته النووية، وكان آخرها هي قطع التيار الكهربائي طبعاً.